السلام عليكم مشاهدينا الأحبة الكرام أينما كنتم، حياكم الله ورمضان كريم عليكم يا رب، ونتمنى إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والسلامة والبركة. راح نكون معكم في حلقة جديدة في مسابقة معارف التراث، هذه المسابقة الفرقية الرمضانية التي يتبارى فيها الفرق من طلبة الجامعات العراقية. اليوم في هذه الحلقة سنكون معكم في مباراة جديدة بأجواء تنافسية عالية ما بين جامعة الكوفة وجامعة واسط. كل التوفيق لكلا الفريقين معنا في هذه الحلقة، ونتمنى أن يوفقوا في أن يصلوا إلى النتائج الجيدة التي تمكنهم وتؤهلهم للوصول إلى المراتب العليا في هذه المسابقة، وبالنتيجة الفوز بإحدى الجوائز الثلاث التي تقدمها هذه المسابقة، وهي 5 مليون دينار عراقي للفائز الأول، 3 مليون دينار عراقي للفائز الثاني، مليون دينار عراقي للفائز الثالث. إذن نتمنى أن تحظوا بإحدى هذه الجوائز، ونتمنى أن تركزوا في الإجابات حتى تصلوا إلى هذه الجائزة الكبرى. فريق واسط، سبق وأن التقينا وللأسف طلعت بخسارة، واليوم إن شاء الله نتمنى منكم التعويض في هذه الجولة. كذلك الحال جامعة الكوفة، اليوم أول مشاركة لكم معنا في هذه المسابقة بموسمها الثالث، نتمنى إن شاء الله أن تكلل وأن تبدأ هذه المشاركة بنجاح وحصاد أعلى النقاط إن شاء الله. قيمة الإجابة الواحدة في هذه الجولة هي 10 نقاط، قيمة الإجابة في الجولة الثانية 30 نقطة، قيمة الإجابة في الجولة الثالثة 50 نقطة. خلونا مركزين ومحافظين على معنوياتنا، ونبدأ وياكم مشاهدينا مع فرقنا الموجودة معنا في هذه الحلقة، والبداية راح تكون مع جامعة الكوفة. نرحب بك يا علي. علي سالم عنيد، نعم، جامعة الكوفة كلية القانون مرحلة رابعة، اليوم إن شاء الله ويا جامعة واسط. الأخفق نتمنى للنجاح بيلي أول مرة، المعنويات فول أكيد، لأن خلال فترة وجودنا هنا يعني كله كرسين جهودنا بالدراسة. يعني البعض أكيد اللي يفوز يقول إيجابية وسيلة سهلة، واللي يخسر يقول يعني إن شاء الله إحنا نبذل اللي نقدر عليه والباقي على رب العالمين إن شاء الله. نبلش وياك يا علي إن شاء الله، ونروح إلى السؤال الأول في هذه الحلقة مشاهدينا الأحبة الكرام. السؤال الأول يقول لك يا علي، ركز، على أي مسجد يطلق اسم مسجد بني ظفر؟ هل الاختيارات على الاختيار الأول مسجد الكوفة، أم مسجد الحنانة، أم مسجد السهلة؟ 30 ثانية من الوقت أمامك يا علي حتى تصل بنا إلى النتيجة الصحيحة وتبدأ بداية جيدة موفقة لعشرة نقاط. إن شاء الله الاختيار الأول. إن شاء الله الاختيار الأول. كنترول، نروح للاختيار الأول، مسجد الكوفة. هل هي الإجابة صحيحة؟ الإجابة خاطئة يا علي للأسف. بداية نتمنى ألا تكون كذلك، ولكن الحمد لله على كل حال مسجد السهلة هو من يطلق عليه بني ظفر. إذن معلومة نتمنى تكون واضحة عندك وكل مشاهدين الأحبة الكرام، ونبلش وياكم مرة ثانية، نرجع إلى جامعة واسط ونبدأ ويا محمد. خسرنا معركة بس ما خسرنا الحرب، يعني إن شاء الله راح تلتقي بي ثالثة همين أو رابعة، ما ظن بس متفائل بالخير. فريق قوة يمكن أول جولة إلى راح يكون، يعني شوية إحنا عندنا خبرة أكثر منهم هنا، فهي نقطة قوة إنه يعني شوية كنا متوترين بها يعني لأن أول مرة. أكو بعض الأسئلة أخطأنا بها رغم إحنا نعرفها من التوتر، هواي معلومات وهواي أسئلة جديدة وهواي إضافات معلومات وهواي استفادينا منها، رجعنا نبحث عنهن معلومات أكثر وأكثر حصلنا. وكان هنا بلا شيء بلا نقطة في أول سؤال، شو راح يكون الوضع عندكم؟ الأمر مرهون بين إيدك يا محمد. سؤالك يقول يا محمد، يقع المسجد النجمي أو القصر النجمي الحضاري ضمن الحدود الإدارية لمحافظة واسط في قضاء، أي قضاء؟ هل هو قضاء النعمانية، لو قضاء الزبيدية، لو قضاء الحي؟ وين يقع هذا المسجد، في أي قضاء؟ إن شاء الله بقضاء الحي. في قضاء الحي؟ نعم إن شاء الله. محمد عندك 30 ثانية، لا زال بيها وقت، بإمكانك أن تستثمر وقتك. أعطيني إجابة نهائية قبل أن ينتهي الوقت. نثبت على الحي. إذا قضاء الحي كنترول، الإجابة الثالثة نثبت عليها، ونتمنى تكون إجابة صحيحة، ولكن للأسف الإجابة خاطئة يا محمد. الإجابة الصحيحة هي قضاء النعمانية.
إذا نبقى بأجواء التعادل ما بين كلا الفريقين ونروح إلى حسين. حسين عبد الحسين محمد، جامعة الكوفة، كلية القانون. قانون قريب على أجواء الحياة الواقعية كلها. إحنا إن شاء الله فائزين بالمشاركة، هو التوفيق من عند رب العالمين، بس ثقة في الله نقول هذا الشيء. اليوم أمام جامعة واسط إن شاء الله راح تكون مسابقة، كلنا عزيمة وكلنا إحنا معنويات عالية إن شاء الله. ونشوف السؤال وياك شو راح يكون وشنو وضع الإجابة يمك. سؤالك يقول: من الأسماء القديمة لبحر النجف، أكو بحر بالنجف عنده اسم وهذا الاسم قديم، هل هو لارسا لو أريدو لو بانيقيا؟ إذا لارسا لو أريدو لو بانيقيا، يعني أتوقع الإجابة الأولى، إجابة رقم واحد لارسا. لارسا متأكد يا حسين؟ إن شاء الله ثبت. كنترول اقطع التوقيت وثبت على الإجابة رقم واحد اللي هي لارسا من الأسماء القديمة لبحر النجف. الإجابة خاطئة يا حسين، الإجابة الصحيحة هي بانيقيا. وإذا ملاحظة هواي أكو أماكن اسمها بانيقيا بالنجف. إيه عبالي يطلق على اسم النجف بانيقيا، أعرف إنه على البحر. عموما معلومة حلوة. جيد جيد، نتمنى لك كل التوفيق ونكمل وياكم ونبقى في أجواء التعادل ما بين الفريقين، إلا إذا موسى بدأ بعشر نقاط جديدة. هي معلومات عامة وتدخل تحفزك على المتقرأ، اعتماد على رب العالمين والجماعية، تروح تقرأ، تروح تبحث، توسع معلومتك، هالشي يعني تعارف بين الطلاب ومن كل جامعات العراق. نحاول نعدل الوضع إن شاء الله، نصعد الدور القادم إن شاء الله. شلونك يا موسى؟ الحمد لله الأمور تمام؟ إن شاء الله مسيطر؟ سؤالك: التسمية الشعبية للسفن التي كانت تنقل المؤن الثقيلة عبر نهري دجلة والفرات هي الزوارق أم المهيلات أم المشاحيف؟ زوارق، المهيلات، المشاحيف، كلهم بالمي بس مؤن ثقيلة. إن شاء الله المهيلات. ثبت. تأكد؟ يعني بنيت على أي أساس؟ استنتاج الحجم يعني، لأن سواء الزوارق والمشاحيف تقريبا صغار يعني. زين باعتبار صعدني يعني شايفني. شايفني هذا ما شايف المهلات في جزء. المهلات ما شايف جزء يطلع موسى ورق أصلا. يلا كنترول نروح للإجابة الثانية. إجابة صحيحة، عفي عليك يا موسى، وعشر نقاط إن شاء الله نبدأ بيها جولتنا وحصاد جولتنا الأولى مع جامعة واسط. كل التوفيق يا موسى، وكذلك الحال نتمناه مع ليث. ليث محسن رسول، جامعة الكوفة، كلية التربية، قسم علوم الحاسب. أنا من الأوائل، أنه أنا عندي هواي أطلع على هالأشياء وأحب أدرسها يعني. تقريبا متساويين بالأفكار، فريقي يتسابق وهذا يطلع من المسابقة، فنسأله في المباراة. قالوا أنه لا تخافون، كان همنا الفوز والخسارة وخايفين وهذا فخسرنا. فقالوا لا، أسئلة طبيعية ترى، وأسهل يمكن مال عام من مال عام. يلا يا ليث، سؤالك يقول: كري السعدة هو خندق يعد الحد الفاصل بين النجف والمناذرة، النجف والكوفة، النجف والحيرة. كري السعدة وين يفصل منه ومنه؟ 30 ثانية. قلت لي من وين انت؟ من الكوفة. من الكوفة، نفس الكوفة. حلو. إن شاء الله نختار النجف والحيرة. النجف؟ النجف والمناظرة. النجف والمناظرة، الإجابة رقم واحد يا كنترول، هل هي صحيحة؟ الإجابة خاطئة يا ليل. النجف والكوفة. ما صار لي. يلا لا بأس، خلونا محافظين على معنوياتنا ومركزين. قيمة السؤال بالجولة الثانية 30، كل اللي عندهم 10، خلونا مسيطرين. شلونك منتظر؟ الحمد لله، البارحة أول مسابقة وهاي الثانية، خايفين لا هم نخسر، إن شاء الله العافية درجات. والله راجعنا ودكتور علي هم ساعدنا هواي بالأسئلة، هم اليوم أول مسابقة لهم، راح يترددون أكثر من عندنا، هاي نقطة إنا لازم نستغلها يعني، إن شاء الله الفوز اليوم. الأمور تمام عندك؟ تمام. يلا نروح تسويها 20؟ إن شاء الله. إن شاء الله؟ إن شاء الله. سويها 20 ونروح لسؤالك. سعيد بن جبير الأسدي من عيون التابعين ومن أصحاب الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام، يقع قبره في قضاء النعمانية لو الزبيدية لو قضاء الحي؟ قضاء الحي. رايح؟ اي زايرة هواي.
متأكد؟ متأكد 100%. يعني نثبت، ثبت الحي، نثبت في قضاء الحي كنترول. ومنتظر يقول أنا متأكد. إجابة صحيحة، عفي عليك يا منتظر. وبالفعل صار معانا 20 نقطة، ونكمل معاكم مشاهدينا ونواصل أسئلتنا المتبقية في الجولة الأولى. سؤالكم الجماعي يا شباب، يلا عسى أن نأتي بعشر نقاط ونروح بها إلى الجولة الثانية. سؤالكم يقول: السؤال المشترك للفريق، فريق جامعة الكوفة، في أي سنة أدرجت مقبرة وادي السلام في لائحة التراث العالمي؟ 2010، 1996، لو 1970؟ 30 ثانية، ركزوا سولفوا، اعطوني إجابة. 10؟ يعني لو 2010، لو 96، لو 70. فارق كبير. إن شاء الله أستاذ جواب الأول. 2010 إن شاء الله. يعني لا 96 ولا 70. لا. كنترول 2010. شوف الإجابة يا كنترول. إجابة صحيحة، عافية عليكم. إذا بداية حلوة. عشر نقاط جيدة أنه نستفتح بها ونبدي بها جولتنا الثانية. حلوين شباب، خلونا بمعنويات عالية ومركزين، وإن شاء الله القادم أفضل. سؤالكم يا شبابنا في جامعة واسط، عندكم 20 ونتمنى يصيرن 30. سؤالكم يقول، نروح إلى السؤال يا كنترول، والسؤال لكم: أين يقع مرقد النبيين هود وصالح عليهم السلام؟ هل في مسجد الكوفة، أم بجوار مرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أم في مقبرة وادي السلام؟ 30 ثانية تقدرون تسولفون بيها وتقررون شنو راح تكون إجابتكم. تذكروا 10 نقاط تفيد، ممكن تخسر، ممكن تفوز. مقبرة وادي السلام. مقبرة وادي السلام. كنترول، مقبرة وادي السلام الاختيار الثالث هو الإجابة الصحيحة. عفي عليكم، 30 نقطة موفقين. 30 نقطة هي قيمة السؤال في الجولة القادمة يا جمهورنا. وإلكم تذكرة يا شباب، 30 نقطة قيمة السؤال الواحد فيما سيأتي من الأسئلة. خلونا مركزين، وخلوا معنوياتنا عالية، وخلوا نروح وياكم مع مشاهدينا إلى فاصل قصير، نرجع بعد نكمل جولتنا الثانية في مسابقة معارف التراث. رجعنا وياكم مشاهدينا الأحبة الكرام، وهذه الأجواء الرمضانية المباركة، نكمل وياكم حلقتنا ومسابقتنا، مسابقة معارف التراث، والجولة الثانية ما بين فريقي جامعة الكوفة وجامعة واسط. عندنا 30 نقطة حصاد الجولة الأولى، وعشر نقاط لا بأس بها حصاد الجولة الأولى مع جامعة الكوفة. أربعة أسئلة قيمة السؤال الواحد 30 نقطة، ونبلش ويا واسط. الـ30 راح تصير 60 لو لا. نبلش بالسؤال الأول ويا محمد. محمد سؤالك يقول، خليك مركز وخليك واثق من إجابتك: من مؤلف كتاب دمية القصر في شعراء العصر؟ هل هو محسن أبو الحب، أم السيد حيدر الحلي، أم بدر شاكر السياب؟ 30 ثانية حلوة تكفي حتى تفكر بيها وتنطينا الإجابة. يلا كل ثانية نقطة احسبها بهذا الحساب وتجيب لنا 30 نقطة. إن شاء الله الجواب الأول محسن أبو الحب. ثبت. إن شاء الله محسن أبو الحب. كنترول، الاختيار الأول محسن أبو الحب، إجابة خاطئة يا عزيزي يا محمد. الإجابة الصحيحة هي السيد حيدر الحلي. بقينا 30 بس ممكن نعوض. لا بس خلونا مركزين. سيد حيدر يعني أعرف عن المقاتل هيجي يعني زين. الله يرحم شريه، هاي في بس شعراء بس العصر. أكيد ما قاري كل تفاصيل اللي مكتوب إيه. بالنسبة له، فلذلك هي المعلومة مهمة. نرجع وياك يا علي والجامعة الكوفة. يا أهلا وسهلا، شلون الأجواء الدراسية؟ تمام والله، إن شاء الله تمام. إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق. جزاك الله خير، وإن شاء الله بأعلى المراتب إن شاء الله. يلا نروح للسؤال الخاص بجامعة الكوفة. شاعر كان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وقد أخذ النحو عنه وأسس القواعد على الأصول التي كتبها له، فمن هو؟ هل هو سيبويه، أم أبو الأسود الدؤلي، أم الكسائي؟ من هؤلاء؟ يلا
عندك 30 ثانية فكر بيها وانطيني الإجابة الصحيحة. إن شاء الله الاختيار الثاني. الاختيار الثاني إن شاء الله أبو الأسود الدؤلي. إن شاء الله ثبت يا علي. إن شاء الله عندك 10 نقاط ممكن يصيرون 40. كنترول أبو الأسود الدؤلي إجابة صحيحة أم لا؟ إجابة صحيحة عفي عليك و 40 درجة 40 نقطة إن شاء الله. يعني صارت المنافسة أقوى، لكن موسى ممكن يغير كل التوقعات. إن شاء الله شو تقولون؟ نتمنى التوفيق. نتمنى. يلا يا موسى راح تغير التوقعات ولا لا؟ سؤالك يقول يا موسى مع جامعة واسط من النشاطات الثقافية لمدرسة البادقوبة الدينية في كربلاء إصدار كتاب في كل شهر ضمن سلسلة عنوانها مع عنوان هذه السلسلة، هل هي منابع الرسالات الإلهية أم لؤلؤ ومرجان أم منابع الثقافة الإسلامية؟ ركز لي يا موسى وحاول توصل للإجابة. شهرية ها؟ يلا 30 ممكن يصير 60 ونعبرهم بعشرين نقطة. الخيار الثالث إن شاء الله. الخيار الثالث يا شباب منابع الثقافة الإسلامية. كنترول صحيحة أم لا؟ إجابة صحيحة عفي عليك من 30 إلى 60 نقطة. إذن تأهل مبدئي لجامعة واسط على حساب جامعة الكوفة. حسين راح تغير القاعدة وممكن نضيف 30 نقطة إلى رصيدنا ونصير شقد نصير 70. يلا نروح إلى سؤال حسين في جامعة الكوفة. سؤالك يقول تقع مدرسة ابن فهد الحلي الدينية في كربلاء المقدسة، في الكاظمية المقدسة، في الحلة، أين تقع هذه المدرسة؟ ركز لي وانطيني الإجابة. تذكر عندك 40 بس والجماعة عندهم 60 لا صوتوا 70. حلو يبدي الفارق يعني ينكسر ما بين كربلاء والكاظمية. ما بين كربلاء والكاظمية يمك ممكن يعني الحلة. أتوقع كربلاء المقدسة. كربلاء المقدسة يعني. كنترول حسين يقول كربلاء المقدسة، وكربلاء المقدسة إجابة صحيحة عفي عليك. 70 نقطة حلوة على حسب ذاكرتي وتستاهلوها. اشكرك. خليكم مركزين وخليكم واثقين ان شاء الله. يلا يا شباب وين نروح؟ منتظر. روح ويا منتظر. منتظر سؤالك. سؤالك يا منتظر، متحف الانثوغرافي من المتاحف العراقية الشهيرة يضم ارثا حضاريا زاخرا متمثلا بوجود الالاف من القطع التراثية الفلكلورية التي استخدمت في الماضي ولا يزال بعضها يستخدم إلى يومنا هذا. يقع هذا المتحف في محافظة بغداد أم البصرة أم السليمانية؟ متحف الإنثوغرافي وين يا منتظر؟ محافظة بغداد. تستبعد نستبعد بغداد ولا يهمك شباب نستبعد بغداد. بصرة وسليمانية. فقط بصرة وسليمانية جنوبا وشمالا. وين تروح؟ روح للجنوب. أروح للجنوب. بصرة. واسط أقرب للبصرة ولا أقرب للسليمانية؟ لا نختار البصرة. أقرب للبصرة. نروح للبصرة ولا يهمك. كنترول نروح للبصرة. موجود في هذا المتحف؟ كنترول يقول ماكو إيش متحف للبصرة. الإجابة الصحيحة في محافظة السليمانية. للأسف 60 نقطة مقابل 70. نتمنى تعوضون بالسؤال القادم. ليث شلونك؟ إن شاء الله زين الحمد لله. مستعد؟ ان شاء الله. حسين شو يقول لك؟ حسين يقول لك ان شاء الله عوضنا. يقول لك ان شاء الله تعوضنا. ان شاء الله تمام ان شاء الله يعوضكم. يلا وياك وإلك السؤال يا ليث. سؤالك يقول مكتبة في الصحن الكاظمي المطهر أسسها السيد هبة الدين الشهرستاني اسمها مكتبة الكاظميين او الكاظمين او مكتبة الجوادين ام مكتبة الإمامين؟ الجوادين. الجوادين. متأكد؟ متأكد. كأنه رايح للمكتب. اي رايح. يعني نثبت. نثبت. شباب نروح للاختيار الثاني. كنترول ومكتبة الجوادين إجابة صحيحة. كنترول شو يقول؟ إجابة صحيحة عفية عليك ومية حلوة ورقم لطيف نبدي به ممكن نضيف عليه 30 ونروح إلى الجولة الأخيرة. إن شاء الله. شلونهم الشباب؟ تحبون الأسئلة الجماعية ولا الفردية؟ جماعية مو؟
ممكن واحد يضيف للآخر ونوصل للإجابة. يلا السؤال الجماعي لجامعة واسط، سؤالكم يقول: الخط هندسة روحانية ظهرت بآلة جسمانية. قائل هذه العبارة الشهيرة في الخط العربي هو ياقوت المستعصمي أم حمد الله الأماسي أم علي بن هلال؟ من قال هذه المقولة؟ الخط هندسة روحانية ظهرت بآلة جسمانية. 30 ثانية. 30 ثانية. الستين نسويها 90 شباب، لون بقيها 60. إجابة يا موسى يا منتظر يا محمد. إن شاء الله ياقوت المستعصمي. ياقوت المستعصمي كنترول، ياقوت المستعصمي إجابة صحيحة، عافية عليكم. من 60 إلى 90، حلو. 90 حلوة مرتبة، نروح بها ويا شباب. 90 و100 الفارق قليل إن شاء الله، والجولة القادمة راح تكون حامية الوطن إن شاء الله. يلا نروح وياكم والسؤال الأخير معاكم. سؤالكم يقول: في أي قرن هجري اعتمدت الزخارف النباتية والهندسية كفن إسلامي؟ شوكت في القرن الأول الهجري أم القرن الثاني الهجري أم القرن الثالث الهجري؟ تمام. ليث مستعجل وعلي يقولهم لا خلوها يمي، يعني والجمهور شو تقولون؟ ننتظر الإجابة ونشوف الكنترول. يلا يا شباب إن شاء الله يكون الجواب القرن الثاني الهجري. القرن الثاني الهجري يا كنترول. الإجابة الثانية كنترول. 130 لو 100 130، عفية عليكم، إجابة موفقة وصحيحة، وخير ما نختم به جولتنا الثانية. 130 نقطة لصالح جامعة الكوفة مقابل 90 نقطة لجامعة واسط، بس هاي مو النهاية. 200 نقطة بانتظار كلا الفريقين، وممكن الـ200 تغير الأحوال. خليكم ويانا مشاهدينا الأحبة، وخلنا نشوف ايش راح يصير بالجولة الثالثة. نروح فاصل قصير وبعد الفاصل راجعين نكمل وياكم، خليكم ويانا. رجعنا وياكم مشاهدينا الأحبة الكرام، والجولة الثالثة في مسابقة معارف التراث، وهذه الحلقة المميزة ما بين فريقي جامعة الكوفة وجامعة واسط. نتمنى يا ربي التوفيق يكون حليف الفريقين، ونوصل وياهم إلى أعلى النتائج، وبالنتيجة نشوفهم في حلقات قادمة، ويا ربي يحصلون على واحدة من الجوائز الكبرى في ختام هذه المسابقة، أما 5 مليون أو 3 مليون أو 2 مليون، إن شاء الله نتمنى. تمام؟ إن شاء الله. نبدأ ويا جامعة واسط. هذه الجولة حاسمة لأن هي الجولة الأخيرة، فبالنتيجة عندك 4 أسئلة، السؤال 50 وعدكم 90 بس، ممكن تصير 290 أو لا، إن شاء الله ننتظر، وأنتم كذلك إن شاء الله. قيمة السؤال 50 وتعدكم 130، فلحد الآن النتائج غير معروفة. نبلش ويا محمد، مركز خليك دقيق ونبلش بسؤالك كنترول. من الأصحاب المقربين للإمام علي عليه السلام يقع مرقده في بلدة الحنانة في النجف الأشرف، هو كميل بن زياد، مالك الأشتر، عمار بن ياسر. 30 ثانية يا محمد كفيلة بأن تجعل الرقم وياكم 140. يلا يا محمد، التسعين نسويها 140 لو لا. إجابة يا محمد. 10 ثواني يا محمد. كميل بن زياد. كميل بن زياد كنترول. الإجابة الأولى حمرة لو خضرة؟ ننتظر الكنترول يقول انتظر، ننتظر وخضرة الإجابة، عافية عليك. التسعين للمية واربعين يا محمد. الحمد لله سويت اللي عليك يا سند. ها إيه. رغم ان النجف ما وصلها صار 2.5 سنين زين، وما زاير الحنانة ابد طول حياتي يعني. حلو. بس استبعدت مالك لان اذكر الامام علي دز المنصر زين واستشهد بالطريق، فقلت شمال الاكبر كميل، طلع فعلا الحمد لله. نتمنى ان شاء الله يا رب تزور النجف باقرب وقت ان شاء الله، وتاكل دهينه حلوه طيبه
زين مدينا ممكن نجيب طرش للعائله وياك ان شاء الله. يلا نكمل وياكم 140 نقطه حلوات راح نروح بيها بهذه الجوله، نبدا بيها ونكمل بيها جولتنا ونروح مباشره الى جامعه الكوفه. من 90 صاروا 140 130، ايش راح يصير ان شاء الله؟ ننتظر على علاوه ابو حسين. يلا علي، سؤالك الاول يقول في هذه الجوله كنترول، ابو ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن المثنى يلقب بالديباج الاكبر لتميزه من اخيه محمد الديباج الاصغر، يقع مرقده وين؟ في الحله، البصره، بغداد. 30 ثانيه لك القرار وعليك تقع المسؤوليه، اما تحط لنا 50 على حصادنا او نبقى على ما نحن عليه وتواصل جامعة تواصل تقدمها. ان شاء الله الاختيار الاول. ان شاء الله الاختيار الاول، وعندك 8 ثواني، الثانية الوحدة تفيد ان شاء الله. يلا الاختيار الاول ان شاء الله. الاول الحلة، وحسين يقول له يابا عيف الحلة، عيف الحلة بقلبه بس ما يقدر. يلا الحلة كنترول، نشوف الحق مع علي لو مع حسين. كنترول الحلة، إجابة صحيحة، إجابة صحيحة. ضعيفة مو إيده راحت، تقول له غير غير غير، ضعيفة مثبت. لا أنا أعرف جوابها. يلا نشوف وياك شلون راح تكون النتائج. حلوة النتائج 180، وخليك حسين نشوف شلون راح يكون السؤال وياك. موسى شلون الأجواء عندك؟ تمام الحمد لله. يلا سؤالك يقول يا موسى، نروح للسؤال الخاص بجامعة واسط لموسى. سؤالك يقول، قرأ عند بعض الأعلام كتاب الدروس الشرعية للشهيد الأول، وقرأ عليه شمس الدين محمد بن حسن بن محمد الإبرياسي نفس كتاب الدروس، فكتب له عليه إجازة سنة 943 للهجرة. من هو هذا؟ هل هو الشيخ أحمد الجمري، أم الشيخ أحمد البحراني، أم الشيخ أحمد بن خاتون العاملي؟ 30 ثانية، 140 والجماعة 180، نسويها 190 يا موسى ونقلب الموازين. اعتدنا عليك انه تغير الارقام. اختيار الثالث ان شاء الله. اختيار الثالث كنترول، هل سيصل هذا الفرح الى موسى؟ كنترول نشوف الاجابة الثالثة. يا الله خضرة لو حمرة يا كنترول، إجابة خضرة وعفية عليك، و 190 حلوة مثل ما اعتدنا عليك، مسؤوليتك تمام بالإجابة الفردية، جاوبت وجبت لنا 50 نقطة. نشوف حسين شلون الوضع يمه، المسؤولية الفردية شوية صعبة وإحنا فريق، وبعدين يقولون حسين لو ليث لو علي لو موسى لو محمد لو منتظر لو مجاوب على هذا السؤال. يلا نتمنى مسيرة، هذه الملامة نتمنى ما تصير، والكل فايز ويانا بالمشاركة وتقديم المعلومة الصحيحة. نروح وياك يا حسين ونروح السؤالك مع الكنترول. كنترول السؤال، ألف كتابا ورسائل منها كتاب في الطهارة والصلاة والمتاجر، ورسالة في السهو، ورسالة أخرى في قضاء الفوائد، هو من؟ هل السيد أحمد بن أحمد بن يوسف الحسيني، أم الشيخ إبراهيم النجراني الحائري، أم جواد محي الدين العاملي؟ 30 ثانية يا حسين، يبدو السؤال شوية بصعوبة لكن لا عليك، ركز وحاول تعطينا إجابة صحيحة. 30 ثانية كفيلة بأن توصلك إلى الإجابة اللي ممكن تغير النتائج. يوم ننتظر في أجواء ترقب بهذه المسؤولية الفردية. يعني نختار الخيار الأول. الخيار الأول السيد أحمد بن أحمد بن يوسف الحسيني. كنترول الإجابة الأولى هي من ثبت عليها حسين، صحيحة أم خاطئة؟ كنترول يقول الإجابة خاطئة للأسف يا حسين، بقينا على 180 يا حسين. الإجابة الصحيحة الشيخ إبراهيم القراني الحائري. ما عليك، فرصة لا زالت قائمة سانحة، وعشر نقاط فرق مو كبير يعني، بالتالي عندنا 100 نقطة ممكن نحققها، صح ولا لا؟ منتظر، أنتم حاليا متقدمين،
إن شاء الله. والتقدم هنا يحتاج تقدم. إن شاء الله. حتى نبقى بروحية عالية وممكن نعوض خسارتنا. تمام؟ إن شاء الله نعوضها. يلا منتظر، نروح وياك ويا الجمهور إلى السؤال الخاص بي. سؤال يقول: تسمية تطلق على العارف بشروط النساخة إلا في تقييده ببعض كلام الكتاب المنسوخ منه وبعض معانيه دون لفظه، هي الناسخ، السائخ، أم السائس؟ تسمية تطلق على العارف بشروط النساخة إلا في تقييده ببعض كلام الكتاب المنسوخ منه وبعض معانيه دون لفظه، ماذا؟ الناسخ، السائخ، السائس؟ 30 ثانية واختيارات لربما غريبة، ولكن الغريب هو مفيد لأنه يكون معلومة جديدة لنا وللمشاهدين. إن شاء الله تكون لحضراتكم إجابة. خلاص الوقت، اختار إجابة يا منتظر. الاختيار الثالث. الاختيار الثالث بكل تردد وبكل خوف وتوجس. كنترول. السائس. للأسف يا منتظر الإجابة خاطئة. كنا نتمنى عليك أن تجاوب بالإجابة الثانية اللي هي السائخ، ولكن ما عليك، أنتم متقدمين والأجواء حلوة عندكم، وسؤال جماعي ممكن يكلل ال 190 ويسويها 240 إن شاء الله. تمام حلوين؟ خليك مرتاح. ليث؟ نعم إن شاء الله. جاهز؟ جاهز؟ إن شاء الله. ابتسامتك حلوة، مريد إجابتك تصير أحلى إن شاء الله. نروح للسؤال مال ليث يا شباب. كنترول. من المصطلحات التي نسمعها في ميدان التراث المخطوط الرحلي، ويعني هل هو الرحلي شنو؟ حجم الكتاب. حجم الكتاب، خط الكتاب، الرحلة التي يوضع عليها الكتاب. حجم الكتاب. جزء الرحلة؟ لا، حجم الكتاب. حجم الكتاب. تأكد. ولا خط الكتاب؟ لا. واثق الخطى؟ واثق الخطى. كنترول يقول حجم الكتاب هو الرحلي، لكن الرحلة تبدو أقرب. لا، حجم الكتاب. خلص. خلص حجم الكتاب. خلص. زين، إيش قد هو؟ أكبر من الأي 4؟ أصغر من الأي 5؟ ما أدري. ما تدري، بس تدري حجم الكتاب. حجم الكتاب. كنترول، حجم الكتاب. هل بحجم الخوف والقلق الذي نحن عليه أم لا؟ إجابة صحيحة، عفي عليك. 180 صارت 230. متردد ليث، يدير وجهه يتأكد. 230 صح؟ صح، مبروك، عاشت إيدك. روح وياكم يا شباب. سؤالكم الأخير. 190 احتمال، شو يصير؟ 240. 240. 240 إن شاء الله. والجماعة 230، وممكن يخسرون بالسؤال الجاي، ممكن يفوزون. هنا عندكم فرصة، إذا فزتوا الفرصة موجودة. يلا سؤال كنترول، سؤال جامعة واسط الجماعي. شو يقول؟ الشيخ عبد الحسين البهبهاني المتوفى 1245 للهجرة، حفيد الشيخ الوحيد البهبهاني، له مؤلف مخطوط يتكلم عن بعض المسائل الأصولية والفقهية. هذا المؤلف هو بحر الفوائد، أخبار المجتهدين، أم الجمع بين المتعارضين؟ شنو اسم المؤلف؟ هذا المؤلف إذا ما فزتوا به لازم تروحون تقروه، لأن هذا هو راح يكون السبب بمن أما بفوزكم وأما بخسارتكم. يلا يا شباب استثمروا وقتكم وانطوني إجابة. 190 ممكن تصير 240. خلاص الخيار الأول. الاختيار الأول بحر الفوائد. موسى مترددا للمرة الأولى يقول بحر الفوائد. متأكد أنت من بحر الفوائد؟ لو هيك ضربة حظ. أنا استبعدت أخبار المجتهدين. زين، ودني محتار بيه. زين، ليش استبعدت أصلا؟ يعني على أي أساس؟ هيك استنتاج. استنتاج. شباب الاستنتاج يعني ضربة حظ. وبحر الفوائد أحمر لو أخضر؟ أحمر للأسف يا موسى. بقينا على 190 بس حلوة. 190 ها يا شباب. ليث مرتاح؟ الحمد لله. الحمد لله جيد. سؤالكم يقول
يلا يا كنترول نروح إلى السؤال الأخير لجامعة الكوفة في هذه الحلقة. يقول: مخطوطة للشيخ عبد الوهاب الشريف القزويني المتوفى سنة 1260 للهجرة، تسمى رسالة تنبيه المرشدين، في أي علم تتكلم هذه المخطوطة؟ هل في علم الكلام أم علم الأنساب أم علم الفقه؟ رسالة تنبيه المرشدين. والله حيرة. لا 200 و53 و50 فقه، هم مراجع كلها 80 280. شنو رأيك انت؟ تستبعد وين؟ يا شباب عندنا وقت. اتفقنا على علم الانساب، لانك يعني الاكبر بينهم، فقلت علم الانساب كانوا مختلفين وياك. لا الفقه، الفقه خلاص الوقت. اذا علم الانساب، لكن انه احس الفريق ما متفق. علم الانساب يا كنترول، مع اختلاف الفريق، صح ام خطا؟ علم الانساب الاختيار الثاني صح ام خطا يا كنترول؟ الاجابه خاطئه. ليه شرط تقول علم الفقه؟ علم الفقه صح. زين ليش ما سمعتوا كلام لي؟ لانه فايزين مسيطرين. احنا كلنا مسيطرين، بس النقاط مفيده. المسابقه تعتمد على النقاط. صح الفوز مهم، بس النقاط بعدين راح تكون بها مفاضله. عموما أنا سعيد بحضوركم، بمشاركتكم، بمعلوماتكم، بهذه الأجواء التنافسية العالية بيناتكم. حقيقة تستحقون الفوز وتستحقون الحضور في هذه المسابقة لتقديم معلومات مفيدة للجميع. كان بودنا أن نلتقي يا جامعة واسط مرة أخرى، ولكن هذا نظام الحلقة وهذا نظام البرنامج. نلتقي إن شاء الله. الخسارات السنة الجاية نلتقي إن شاء الله. يعني تكررت، فللأسف ستغادر الحلقة والبرنامج وستبقوا أعزاء في القلب. فشكرا لكم، شكرا لمشاركتكم، ونتمنى أن نلتقي في مواسم قادمة إن شاء الله. لكم الشباب كل التوفيق إن شاء الله، وهذه الجولة الأولى نتمنى أنه تكملون بهذا المستوى من الإصرار والعزيمة في سبيل أن تحققوا النتائج العالية وتكونوا أحد الرابحين الفائزين في هذه المسابقة إن شاء الله. مشاهدينا الأحبة الكرام، أنتم جزء كبير من هذه المشاركة، من هذا البرنامج، من تفاصيل هذا البرنامج المهم بما يقدم من معلومات. معلوماتكم مهمة وتهمنا وتفيدنا أيضا. لذلك سؤال المشاهدين هو سؤال مخصص لحضراتكم، وفي كل حلقة من حلقات البرنامج يكون هنالك سؤال لكم، ولكم فرصة أيضا بالفوز بجوائز هذه المسابقة المخصصة لكم، وهي جوائز قيمة. أما الذهاب إلى بيت الله الحرام، أما الذهاب إلى زيارة الإمام علي بن موسى الرضا، وأما الذهاب إلى زيارة السيدة زينب عليه السلام، جوائز حلوة مرتبة. مجرد أن تدزون رسالة بإجابة صحيحة على سؤال الحلقة وتدزوها على الرقم الظاهر أسفل الشاشة من خلال الواتساب، سهلة القضية. مجرد تشاركون وتركزون وتتابعون الحلقات، قد ما بيكم تجاوبون على أسئلة قد ما تكون فرصتكم بالفوز أكبر. سؤالكم اليوم يقول: يا جمهورنا، يا مشاهدين الأحبة، السؤال يقول: صدر عن مركز تراث كربلاء التابع لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة، شنو صدر؟ كتاب بعنوان رسالة في نفي حجية مطلق الظن، وهو من تأليف من هذا الكتاب؟ رسالة في نفي حجية مطلق الظن، تأليف من هذا الكتاب؟ عليكم البحث والوصول إلى الإجابة، وكما اتفقنا إرسالها على الرقم الظاهر من خلال الواتساب، ونتمنى لكم التوفيق. شكرا لقدومكم أحبائنا من جامعة واسط، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ونشوفكم على خير. كل التوفيق شبابنا في جامعة الكوفة، ونتمنى لكم التوفيق فيما سيأتي من الحلقات. لكم كل الحب أيها الأحبة، ونتمنى لكم أجواء مليئة بالصحة والسلامة والطاعة إن شاء الله. نلتقيكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.